النهارده هنعمل دبابيس فراخ. هنبدأ بالمكونات. هي الدبابيس زي ما احنا شايفين مخلية من بقية الورك. عندنا هنا البقدونس، عندنا لبن، ليمون، وعندنا ثوم، ملح وفلفل. أول حاجة بقى هنعملها، عايزين نحطها على طول. هي سهلة قوي، وتحط في الفرن تطلع طعمها حلو جدا. هنبدأ نرصها. طبعا هي سهلة قوي وحلوة. أحلى حاجة فيها إن أنت ممكن تعمليها لو أنت كمان يعني بتعملي حاجات، فهتعمليها على طول تقومي حطها في الفرن. دي ميزة بتبقى كويسة جدا. هنرش عليها الملح، وبعدين رشة فلفل، هنضيف الليمون أو الخل للبن، وهنقلبه شوية. هنجيب بقى شوية ثوم، وإيه نبدأ إن احنا نعمل كده. أوكي، بعدين هنحط دي اللبن كده، وهننزل الخضرة كده، وإيه هنديله كله منظر ده كده. أوكي تمام تمام كده تمام. هندخله بقى الفرن.